أعزائي المشاهدين، طبتم وطاب مساءكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. ولنا حلقة جديدة وبرنامج أهل الخير. كادر الأصداء حط الرحال في منطقة العباسية التي تقع ما بين مدينة تكريت ومدينة سامراء. راح يرافقني في هذه الحلقة أبو دلف، مسؤول حشد الأمين في منطقة العباسية. السلام عليكم أبو دلف. عليكم السلام ورحمة الله. أبو دلف، احكي لي على هاي العوائل اللي حددتها. طبعا هاي بالمناسبة هاي العوائل اللي راح نوصلها طبعا بالاتفاق والتواصل مع أبو دلف. طبعا احنا اليوم جولتنا راح تكون على 4 عوائل من ضمن 67 عائلة. يعني عندنا 67 عائلة احنا مسوي لهم جرد، أمورهم تعبانة، اللي إذا نوزع عليهم ذول اللي 67، اليوم راح نوصل بس 4. فيا أهل الخير، يا حجاجنا، يا زلاقينا، يا مسؤولينا، اتجهوا التفتوا على هاي الناس الفاين حظها بهذا الشهر الكريم. احنا بالنسبه لنا راح نوصل رساله يابا، منطقه العباسيه فيها اكثر من 67 حاله، اكثر من 67 حاله بحاجه لدعم. هؤلاء عاطين على العمل، ما بين ارامل، ما بين اصحاب يعني لديهم مرضى. هاي العائله شنو اللي احنا رايحين عليها؟ هاي العائله هسه اللي رايحين عليها، هسه احنا راح ندخل ونشوف. اكيد البيت مو مالتهم، هاي منتهي من عندها. يعني احنا ليش ما عندهم هنا بالقريه وما عندهم بيوت؟ هذول جايين من الجزيره، نزحوا هذول هناك، ما بقى عندهم ما يبقي عنهم. بعدين جاهم داعش، خربت الكهرباء، ما عنده فلوس يرجع يعمر بالجديد، فسوى نزح لهنا. من نزح لهنا قعد بقى امام امر الواقع، لا عنده فلوس يشتغل يرجع على قاعته، وعايش هاي يشتغل عماله، اكو شغل طلع يشتغل عماله، ماكو شغل قعد وسكت. يمكن هاي مشكله انه النزوح، واللي رجعوا لبيوتهم ولا لقوا منشاه زراعيه، لا لقوا مرشه ولا لقوا مطور ولا محولات كهرباء بالضبط. وحتى المطارات الارتوازيه مالتهم لقوها ماكو، لا محولات، لا مطار ارتوازي، لا مرشه. زي هذا يرجع شو يسوي؟ يرجع يعيد عمل بالجديد؟ لان هو نزوحه 4-5 سنوات، ايش بقى بيه النزوح حتى يرجع يعيد كل هذا العمل؟ ما يقدر يعيده. هاي القعده في هاي البيوت، البيوت غالبيتها شنكم، منين عنده امكانيه؟ يعني والله ما عندهم امكانيه، هذول عايشين انا اقول لك على الناس الزناقين. الصدقات. الصدقات، غير الصدقات ماكو. يعني هو اذا يريد يشتغل عماله بالضبط، هو اذا يريد يشتغل عماله راح يشتغل له عماله ب 10-15 ألف دينار، يوم اكو يوم ماكو. زين 15 ألف شو تسوي العائله؟ كلش مصرف يومي ما تقوته. هسه احنا اذا نريد نقيس على ارواحنا، يومي قلتنا كل واحد يصرف له 15-20 ألف دينار. والله ماكو بيت احنا من عندنا يصرف اقل من 25. بالضبط، ماكو. زين 15 يشتغل بين يوم ويوم، وخاصه احنا اللي بالمدينه يعني. بالضبط. اي زين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا، يوم رمضان كريم. علينا وعليكم بالخير ان شاء الله والسلامه. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم علينا وعليكم بالخير ان شاء الله يا ربي. صحة وعافية، يعافيكم يا رب ويحفظكم كلكم. صيام مقبول ان شاء الله. ان شاء الله لنا وللكم يا رب وللجميع. ابو دلف، يعني الله يجزي خير. قال عندنا عوائل. اي والله الحمد لله. يعني ايش حجي يا شيخ؟ ما عندك اولاد؟ والله ما عندي غير واحد يشتغل عماله. بس واحد. اي والله بس. ايش قد عنده من العائله؟ والله 8 وانا 9. 10 يعني. 10 العائله كلها 10. كنا هو احنا ويا 10. وهذا مريض والله، شو اسمه، بفتحه بالقلب. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شو اسمك انت؟ عبد الله. هلا بعبد الله، سلامات ما شاء الله. كلمه الوليد الله يسلمك. قول له عمو الله يسلمك. اها شكرا. قول له اجي. وين كنتوا قبل؟ بالجزيره. شو كانت حياتكم بالجزيره؟ والله يعني مو هالقد يعني. اي والله. يعني شو صارت حياتكم مو هالقد يعني؟ والله من احداث داعش. و اي والله. وقبل احداث داعش شلون كنتوا؟ والله هم فلالي عند العالم، ويعني مو هالقد العيشه. يعني ما عندكم جيعان تفلحون؟ لا لا والله ما عندنا. ما عندكم؟ لا والله. هاي العوائل الجايه يعني سبحان الله، كلها جتي لا عندها امكان تاجر بالمدينه وتقعد، وجتي على اماكن يعني حتى بيوت تعبانه. والله هم اختاروا هاي القريه، لان هاي القريه ما اخفي لك يعني اكو ناس عندها بيوت ما محتاجتها. فاللي انطى بيته ببلاش يقعدون بيه، واللي اجره ايجار بسيط، والناس الموجوده هنا هم جزاها الله خير، هم تجيب وتنطيهم معايفتهم. بس المشكله ارجع واقول لك، العوائل عندنا عددها هوايه، 67 عائله. طيب. على هاي القريه يعني كثير 67 عائله. كثير. اي والله قريه كثير، يعني من اصل نقول 4000 عائله 67 عائله بحاجه. نعم. يعني واما البقيه يمكن عايشين حياه الكفاف يعني. بالضبط. بالمناسبه العائله الثانيه هاي اللي جيناها هم عائله من عمامنا الجبور، فنرجع الناشد عمامنا الجبور
الزناقين، التجار، المسؤولين أن يلتفتون عليهم وعلى الكل، على كل الفقراء. ما شاء الله يعني مشهور بالعلم، بالحجاج، بالضلوعية، يعني ما شاء الله غالبيتهم مقاولين. صح. شركات مقاولين. أمورهم ماشية الحمد يعني لله. هم أفضل عشائر محافظة صلاح الدين. بالضبط، هم من أزقن زراقين صلاح الدين. فيلتفتون على هالعوائل هاي الفقيرة. يا بعوام نجبور، هل الله بأهلكم الجبور التجار مقاولين هاي أهلكم. انه هي بسامره وان شاء الله هي من سامره، ولكن بالاصل هي لكم. حجية هذا البيت ايجار ولا شنو؟ لا من عمامه انطاهيه يعني، ونص ايجار ونص يعني، مرات ياخذون عندنا مرات ما ياخذون. يعني من عنده فلوس ياخذون ايجار؟ اي يعني من عندنا ياخذون، من عندنا يقولون يا الشهر الاخر نعطيك انطونا اياهم. الشهر الاخر اي بس. فما يتراكمون عليكم وقاموا يطالبون؟ لا والله يعني مرات زينين مرات يعني والله يقولون هل هلا نقول لهم هلا. ليش بالاصل مأجري هذا؟ والله ما ادري، هو يعني متفق هو و... هو عماره. اي ليش يطلع ايجار هذا البيت 60 70 ليش 60 الف دينار؟ احنا ما عندنا اجارات غاليه. والله اغلى شيء 100 الف. اغلى اجار عندنا 100 الف، بس مثل ما تشوف يعني كل السقوف تشينكو ما تشينكو هاي السوالف. اي والله اي يعني مرات غاليه مرات غاليه مرات احنا مو هاي القد. ولا لا والله ما عندي غير رحمه الله. هو ما عنده راتب؟ لا لا كوش والله ما عنده. ليش ما سويتي راتب مال ارامل مال غيرها؟ ما عندي فلوس احد يسوي لي يعني. اي والله. اي والله. اتمنى من يعني من شبكه الحمايه الاجتماعيه ووزاره التخطيط انه فعلا، لان هي مرتبطه بوزاره التخطيط، انه وزاره التخطيط يا ريت يشكلون فريق وتبينون المحتاج من الما محتاج. اليوم كثير من العوائل هي مو بحاجه وتستلم شبكه راتب شبكه الاعانه الاجتماعيه. اتمنى فعلا اليوم عوائل يعني والله هي تدمل القلب، عوائل كانت عايشه وعندها مزارع وعندها امورها ممتازه، اليوم هذا حالها. وانطيني يا مخرجنا هديتنا. هذه هديه مقدمه من احد مشايخنا الاجلاء، يعني ايضا مشايخنا السوامره العايشين بالخارج. وهذه هديه مقدمه من جامعه سامراء وعلى راس الدكتور صباح علاوي. وهذه هديه مقدمه من قناه سامراء. رحم الله والديكم، نشكركم، الله يحفظكم ان شاء الله يا ربي ويستر علينا. وعلي حجي انت وابنيش تدوروا، ابنيش حاطون عن العمل يدور راتب رعايه اجتماعيه، رجعوا ليش قاعدين؟ ما حد يدور راتب. من نقول له يقولوا الله شو اسوي؟ اي أيوة والله يا عيني. الله يكون في العون. الله رحم الله والديكم. محمد حاليا الرواتب الرعايه الاجتماعيه اذا مو واسطات وفلوس ما تطلع. زين مثل عائلتهم هم مسحوقين، من يدفعون واسطات وفلوس؟ يعني هذا بصورة عامة يعني واضحة هي للكل، ما مخفي هذا الموضوع. الزنقين طالع عنده راتب الرعاية الاجتماعية، والناس المسحوقة ما عندها رواتب. ليش ما عندها رواتب؟ ما عندها فلوس تدفع، ما عندهم مواصلات، ما حيتوسط لهم، ما حيدفع لهم فلوس، ما تطلع لهم رواتب. طبعا اولا رسالة لأهلنا التجار والزناقين الجبور، اولا يعني ناشدكم توصل هاي العوائل، هذه العوائل بمنطقة العباسية، واي متبرع، اي فاعل خير، اي محسن ممكن يتواصل مع حشد الأمين في منطقة العباسية، هذه واحد. ممكن التواصل مع الشيخ أبو دلف، هو أيضا مسؤول عن الحشد، وممكن تواصل مع صفحة القناة الخاصة بقناة سامراء الفضائية ونوصل أي أمانة. أما أي متبرع فاعل خير من أهالي محافظة صلاح الدين، مكتبنا موجود، مكتب قناة سامراء الفضائية، وأيضا صفحات الشخصية الخاصة بنا موجودة، ونوصل الأمانة إن شاء الله لمستحقها. نتواصل وياكم وننتقل إلى عائلة. مشان عندنا لكم مرة أخرى، أكيد إحنا من ما عندما نستهدف عوائل ونصل هاي العوائل نصل وفق دليل، يعني إحنا نجي على ضوء الدليل اللي يوجهونا به أهالي المنطقة. طبعا صادفتنا حالة إنسانية واحدة، طبعا هاي الهدية مقدمة من جامعة سامراء.
احنا المفروض يعني بشكل شخصي هذه هاي الهديه من جامعه سامراء. اشكرك اشكر سامراء وكلها. الله يبارك فيك. اشكر كل طيب خير. هذه والله هديه يعني قد تكون، ولكن نوعدك ان شاء الله ان صار مجال ان شاء الله نجي ونزورك. اشكرك. والعائله مالتي ثمانيه واكثرها بنوات وكلها تدري العالم بيها. والله كل شيء مملوك، حتى راتب رعايه ما املك ولا راتب املك. هذه مو من ضمن الخطه، اعطيناك مبلغ كبير، مبلغ بسيط عادي يعني. مقدم من جامعه سامراء. اشكرك اشكر جامعه سامراء. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أهل الخير. طبعاً أبو دلف، اليوم إذا أريد نفطر نجد عوائل كثيرة، يعني رقم مخيف من أصحاب الدخل المحدود اللي هم بحاجة، مو أصحاب الدخل المحدود. والله هم اللي بحاجة إحنا محدديهم وفارزيهم، عندنا قائمة بهم كاملة، قائمة موجودة يعني الكل أصحاب الخير موجودة عندنا هنا مزعية. 67 عائلة فقط. نرجع ونقول 67 يعني ذول حالتهم مأساوية. أما إحنا إذا نريد ندور نلقى أكثر، لكن هي اللي حالتهم مأساوية ذول 67. اللي عنده مريض، اللي عنده سقاط، اللي قاعد ببيت مو بيته، النازح، اللي ما عنده قوت اليومي، يعني هذا اللي إحنا مسجليه، هم ذول اللي إحنا مسجليهم 67 عائلة. ويعني نريد من مبارككم الكريم نقدم رسالة يا للزناقين، نرجع ونقول الزناقين بهذا الشهر الفضيل، بهذا الشهر الفضيل. ترى مو انت صاحب الفضل اللي انت تنطي، صاحب الفضل اللي ياخذ منك. هذا تفيدك باكر، خليها بحساباتك. اي والله صاحب الفضل اللي يتقبل وياخذ. بالضبط، اللي يتقبل وياخذ. اما انت تنطي الله راح يبارك لك بيها. اي والله يعني نتمنى يعني اولا لكل المحسنين اليوم، والله يعني دا نشوف يعني اول فقره دا نشوف حتى يعني الشبابيش مال هاي البيت بلا منطقه مفتوحه، حتى جام ما بي، جام ماكو، بوب ماكو، حاطين بطانيات، حاطين وصل على الشبابيك، هسه طبينا بالبيوت حتى بوب ما بيها. صح. بالمناسبه يعني انت هسه انا دا احكي وياك والتليفون بعد ما يسكت عندي. اي والله ما يسكت عندي، لان انت اليوم مخصص لي فقط 4 عوائل وانا عندي 67 عائله، يعني العوائل الباقيه اللي شافتنا قامت تتصل علينا. والله ابو دلف، يعني احنا مثل هاي يعني يرادلنا ميزانيه الدوله. صح. يرادلنا ميزانيه. صح. الدوله يعني. صح. صح. ما نرضي كل الناس، والله ما نقدر، اكيد ما نقدر نرضيهم. لا والله ما نقدر نرضيهم. يعني اكو مستحق واكو احق، والدليل انه ابو دلف ما اختل. انت من عشيره ابو عباس؟ مو من ابو عباس. نعم، من عشيره ابو عباس. انطل عائلتين من ابو عباس وهاي من الجبور. عائلتين من الجبور. صح. قال هاي اكثر عائلتين بحاجه. بالضبط. صح. انطينا عائلتين من عمامنا الجبور وعائلتين من عمامنا ابو عباس. الله يجزيك خير. الله يجزيك. الله يحفظك.
من فاعل خير. اي. واللي هو احد مشايخنا الاجلاء عايش بالخارج. أوه. وهذه هديه مقدمه من جامعه سامراء. وهذه هديه مقدمه من قناه سامراء. حقيقه احنا كان من المفترض يكون معانا المجمع الفقهي، بس احنا جينا المنطقه ما بين تكريت وسامراء، يعني حاله دون حضور المجمع الفقهي. اولا حكم يعني هم غالبيتهم ما ساكنين في تكريت، اما في سامراء وشويه هالمنطقه بعيده. ان شاء الله اذا الله جعل يعني قسمه نرجع لكم مره اخرى مع المجمع الفقهي. الى حلقات اخرى مع فريق العمل، وتحياتي انا محمد السامراء. يفوتني اشكر من رافقني في هذه الحلقه اولا ابو دلف مسؤول حشد الامين في منطقه العباسيه، وفي التصوير احمد العباسي.